شهادة المرأة بتساوي نصف الرجل. بس ليش يا هالترى أغلبية الرجال بيتصرفوا كأنه الكوكب لإلهم والنساء جايين ضيوف؟ مشاهدينا، اليوم عم نتعلم طبخة الرجولة الأكسترا. خطيرة هي كل سيدة اليوم بالمجتمع العربي بتاخذ مساحتها بلا ما تستأذن حدا. فإذا عملتي إشي ما عجب شي رجل أو مرة من عائلتك بطخها. كل الأشياء اللي بتظهر شوي من السائد بيقول عنه هذا خطير للمجتمع أو هيك، وهو المجتمع حالته سيئة جدا. فالخطير على المجتمع اللي حالته سيئة هو شيء إيجابي للكل. فنحن بنلاقي إنه اليوم لازم نكون خطيرين على التركيبة الأبوية ونشكل خطر يعني فعلياً كرمال نحسن فيها وتصير مجتمع عن جد بيساوي الكل ببعضه، هو مجتمع سليم أكثر. جرائم الشرف، زواج القاصرات، ختان البنات، التحرش الجنسي، العنف الأسري، تفاوت بالأجور، قوانين الأحوال المدنية الظالمة من طلاق، حضانة، ميراث، زواج. عم نناقش مواضيع النساء بشكل شعبي، مش إنه بإطار حملة أو بإطار ردة فعل على جريمة، لأنه هيدا اللي عادة نعمله. هالمرة قررنا إنه لا، ما هو كره النساء هو بكل شيء، فنحن لازم نفوت على كل المساحات، ومنهم هي الكاونتر كوميدي، الكوميدي المضادة، يلي هو بعتقد أنا من الأساليب الأضبط سياسياً، يلي هي فيها فيك تعري فيها هيك مثل ستراكتشر ماشي، أو فيك تهزيها. فليش لما يكون نزل بسبب رجل بالحلال بيكون دم فخر واعتزاز، بس لما يكون بسبب الطبيعة بصير عيب وقعك تحكي عن الموضوع؟ تفرجي قديش مشحفين نحن بحق نسائنا. في كمان اليوم إذا بتقتلي رجال غير إذا بتقتلي مرة، يعني حتى نحن رحنا ما بعد الأحوال الشخصية. فكرة السخرية in general هي كانت يعني أكثر كأداة إذا بدك تطرقنا لها، نستعملها كأسلوب طرح، كأسلوب السرد تبعنا، الأسلوب السخرية، لأنه المضحك المبكي هو عادة هلأ اللي بيوصل الفكرة بشكل إنه يعملها فكرة شائعة أكثر متداولة بين الناس اللي إنه مش ما بيحكوا بهدول المواضيع، سواء عيب تابو متعودين ما نحكي عنهم شو ما كان السبب. فالسخرية برأيي اجت بمحلها هون، قدرت اكسر فيه هاي العقدة اللي كانت بيني وبين حالي، انه ما بقدر احكي عن هدول الاشياء بصوت عالي بالعلن. بس ليه ما بقدر احكي عنهم بصوت عالي بالعلن؟ انه ما عم بحكي اشي غلط، ما عم بغلط بحق حدا، عم نحكي علم، قاعدين عم نحكي انه انا قاعده عم بحكي عن جسمي بالاخر، قاعده عم بحكي عن فكري، قاعده عم بحكي عن ارائي، ما عم I'm not offending anyone، انا قاعده عم بنوه على امور اللي احنا بنعتبرها بديهيه وبنطمح انه تعتبر بديهيه من المجتمع. وعلى اختي طبيبه السخرية هي أداة سياسية، وهي أداة مقاومة للوضع الحالي. وأكيد الأديان وكل هول السلطة وكل هذا الفكر المحافظ هو فكر هو بالأساس سياسي، يعني كتب تعلم بأمريكا، فإنه يعني بتجي أنت اللي قوم حسب المنطقة بتغل فيها بشو السائد، بس هو أكيد فعلياً هي طريقة تتحكم بالعالم وتخوفيهم كل الوقت انه هاي ممنوعه هاي ممنوعه هاي ممنوعه هاي ممنوعه. بتلاقي انه المراه مضروبه بقلبها، يعني لا فيها لا تتحك، يعني حتى اكثر من القلب ما فيها تتحكم بجسمها. انه اليوم انت بس تجي تقولي انه العذريه هي اللي بتعطيكي قيمه كانسان، يلي هو شيء وهمي، انت عم بتحطي قيمه على هذه المراه وعم تجي تزربيها بجسمها، عم تقولي لها ما فيك، لانه هاي مش لك، هاي لحدا ثاني. يعني قديش نحن مجرمين، انا بلاقيه هيدا اجرام. فأكيد هي خاصة بالسلطة، هي كل هذا الشيء هو إنه فرض السلطة على النساء.
بدي روح بعد أبعد. أنا بلاقي إنه نحنا بهالمنطقة نحنا شفنا 50% بهالمنطقة شو فيهم يعملوا. عندك 50% صامتة منا بالسوق العمل، منا بموجودة بال، عم بحكي عن النساء كتير قليلين موجودين بمراكز سلطة أو بالسياسة أو بمكان عامة أو هذا. يعني عم تتخيلي بس نوصل لمحل إنه هال50% تقوم وترجع تسترد حقها. أنا برأيي فينا نعمل نهضة عربية جديدة. إذا ما حدا طلع حكى المواضيع زي ما هي رح نضلنا عم نتخبى وراء أقنعة تبعت التقاليد والعادات واللي بتحطنا على الهامش طول حياتنا كان ك marginalized society. I wouldn't say إنه بس نساء.